السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك عندنا، لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا موقع لربح عملة الأثيريوم، موقع برضو زي الموقع اللي لسه كنا منزلينه من شوية لعملة الليت كوين. الموقع يا شباب بيدينا في المطالبة لحد 2000 ساتوشي من عملة الأثيريوم. طبعا نفس الطريقة يا شباب ونفس الشغل اللي انا وريت لكم في الموقع اللي فات، بنخش على محفظة الفوسيت هوب كده يا شباب وبندوس على كلمة ديبوزيت، وبنيجي من هنا بندور على عملة الاثيريوم يا شباب، بندوس هنا كده وبناخد الرابط ده كده يا شباب كوبي نسخ، وبنخش على الموقع وبنحط العملة الرابط يا شباب في الخانة دي هنا، وبنعمل لودينج، بنعمل تسجيل دخول، بعد كده بنعمل مطالبة. بيجيب لنا يا شباب نفس اللي فات في الموقع التاني، هو يعتبر هو شكل نفس الموقع. بنيجي من هنا يا شباب بنختار برضو الكلمات دي، بنرتبها زي ما قلت لكم، بتختاروا برضو بالشبه كده يعني اول كلمة كده اللي هي اس يو اهي، بعد كده يا شباب بنختار كلمة الدي او دي او اهي، بعد كده تي او وتي او اهي، بعد كده بنختار الكلمة دي، بعد كده بنحل الكباتش يا شباب، بنختار له الموتوسيكل، وبعد كده بندوس او الفيسبا هي مكتوب موتور، بعد كده بندوس المطالبة. المواقع دي يا شباب ملهاش وقت معين يعني شغال على طول، يعني النصيحة ان انت ايه على قد ما تقدر تشتغل عليها. بعد كده بندوس هنا يا شباب بيجيب لنا كباتشة من 7 ثواني، اهو يا شباب هننتظر 7 ثواني بس، حاجة بسيطة جدا، وبعد كده بنعمل مطالبة اهو، بيحسب لنا على طول على محفظة الفوسيت هوب، بيبعت لنا المبلغ على طول. طبعا هنا بيقول لك اهو اداني 329، يعني لحد 2000، ممكن توصل لحد 2000 يا شباب المطالبة. لو عملنا ريفريش للصفحة هنلاقي ان احنا ممكن نعمل تاني نفس الحكاية، مش كاتب حتى لينا كام مطالبه، المواقع بتكتب لك ليك 10 مطالبات 20 مطالبه، هنا مش كاتب يعني ايه مفتوح. تمام يا شباب، هنخش على الفوسيت هوب وهنيجي هنا ندوس على الصفحه الرئيسيه للدخول بتاعتنا، هنلاقي ان هو بعت لنا المبلغ اهو يا شباب اهو 329 لاتوشي من عمله الاثيريوم، ساتوشي من عمله الاثيريوم يا شباب. وبكده يا شباب الموقع كمان يعني اشتغلوا عليه يا شباب برضو على قد ما تقدروا وحققوا منه دخل، وان شاء الله هنزل لكم موقع تاني لعملة البيتكوين بعديه. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح، لو عجبكم الفيديو ريت دعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.